للحديث أكثر عن آخر تطورات الأسواق العالمية سوف نستضيف معنا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. دعنا نبدأ قبل أن يعني نخوض في اجتماعات البنوك المركزية عن الأحداث الجيوسياسية أو التي حصلت مؤخرا في أمريكا وتأثيرها على الأسواق العالمية. بلا شك هذه الأحداث تحث أو تقلل بعض الشيء من شعور المخاطرة من قبل أو الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين، وفي وقت هو أصلا بنهاية العام تنخفض المخاطرة ويكون هناك تخارجات أساسا في أسواق الأسهم والأسواق المالية حتى نهاية موسم العطلات وبتعود مجددا في العام القادم. في مثل هذه الأحداث تسبب ما يسمى بالفولاتيليتي أو التذبذب العالي المؤقت في الأسواق نتيجة أصلا عندنا انخفاض بالسيولة في الأسواق في هذه المرحلة من العام أو في نهاية العام، بالتالي بيكون تأثيرها أكبر بكثير. ومع ذلك يعني تعود الأسواق سريعا نتيجة انخفاض السيولة للتسعير بالمستويات الفير أو بالمستويات العادلة إجمالا، يعني تم تجاوز هذه المخاطر الجيوسياسية ولم نرى السلع أو المؤشرات أو خلينا نقول الأدوات الاستثمارية التي تعد ملاذا آمنا لم نرى عليها تحركات كبيرة جدا مثل الذهب أو الين الياباني أو الفرنك السويسري، هناك توجه إليها لكن ليس بدرجة كبيرة. طبعا أوكي. وبالحديث عن البنوك المركزية والاجتماعات التي نترقبها، طبعا نترقبها المستثمرون خلال هذا الأسبوع، هل تتوقع بداية أولا ما هي توقعاتك لهذه الاجتماعات، وهل تعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لهذه الاجتماعات وصدور قرارات قد تكون جريئة وقوية خلال الفترة المقبلة خاصة في فترة الإجازات وأعياد آخر السنة؟ يعتبر هو هذا آخر أسبوع نقول ذو تأثير من خلال البيانات الاقتصادية المجدولة من خلال الأجندة الاقتصادية كاجتماعات البنوك المركزية، بالتالي هو المتوقع أن يكون له التأثير الأكبر، ونلاحظ أن الأسواق نوعا ما في مرحلة ستدي أو مرحلة مستقرة بعض الشيء بانتظار اجتماعات مهمة مثل الاجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يتوجه نحو رفع أسعار الفائدة وإمكانية تقييم عدد مرات الرفع في العام القادم بين مرتين إلى 3 مرات. هذه معلومات مهمة تنتظرها الأسواق بشكل كبير، وأعتقد الهدوء أو الاستقرار الذي نشهده حاليا هو فقط قبيل قرار أسعار الفائدة من الفيدرال الأمريكي الذي يكون ب 14 الشهر، وبالتالي سوف نرى توجهات أكثر يعني خلينا نقول مداها أطول من قبل المستثمرين بعد الوقوف على رؤية الفيدرالي الأمريكي، وخصوصا نقطة مهمة هي فيما يتعلق برؤيته إلى مستويات التضخم. هل لا يزال التضخم يشكل تهديد لقرارات تشديد السياسة النقدية؟ هل وتيرة التضخم لا تزال منخفضة بعض الشيء بالارتفاع، وبالتالي يحتاج إلى تسهيل أو تيسير السياسة النقدية لفترة أطول، بالتالي قد نتوقع أن يكون هناك مرتين للرفع. على الجهة الأخرى المركز الأوروبي أيضا لديها المتسع أكبر ليقوم بتقليص في برنامج التيسير النقدي الخاص به، ويعني البرنامج أضخم حقيقة، وبالتالي رؤية المركز الأوروبي إلى مستويات تضخم هل هي عند مستويات فير أو مناسبة، هي تقريبا حقق عند مستويات أعلى بعض الشيء أو ارتفعت بعض الشيء لكن لا تزال بعيدة، بالتالي اليورو قد يبقى بشكل منخفض خلال الفترة القادمة وبالتحديد خلال 2018 أكثر مما كان في عام 2017 الحالي. طبعا بالحديث عن معدلات التضخم، هناك دول عدة طبعا سوف تكشف عن بيانات التضخم خلال الفترة المقبلة، باعتقادك ما هي الدول التي ستحقق المستويات المستهدفة إن صح التعبير؟ إلى درجة كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تخوفات فيما يتعلق بمستويات التضخم الخاصة بها، ولكن يعني لأن وتيرة التضخم ليست عند المستهدفة عند 2%، لا تزال عند 1.3-1.4%، وبالتالي هذا يحتاج إلى إبقاء الدولار منخفض بعض الشيء من خلال السياسات التيسيرية لفترة أطول، بينما قد تكون الفرصة متاحة بشكل أفضل للمركزي الياباني أو للبنك المركزي الياباني لتحقيق الاستدامة في أسعار التضخم أو مستويات التضخم عند 2%، وبالتالي من خلال برنامج التيسير النقدي، بينما الذي يخرج عن السيطرة بشكل كبير هو المركزي البريطاني أو على التحديد مستويات التضخم في
المملكة المتحدة التي يبدو أنها تبتعد بشكل أكبر، ورأينا اليوم مستويات قياسية جديدة قد وصل إليها التضخم من إنجلترا أو المملكة المتحدة، وهذا يضع ضغوط أكبر على صناع السياسة النقدية داخل المركز البريطاني على كيفية التأقلم في مرحلة بريكزيت أو مرحلة خروج. بالتالي يجب أن يكون هناك تدخلات جديدة من قبل يعني صناع سياسة في المركز البريطاني للإبقاء على سياسة تيسيرية أكثر تشددية، وذلك لمكافحة التضخم الجامح أو الهايبر انفليشن الذي تدخل فيه المملكة المتحدة حاليا. طبعا خلنا نتحدث الحين عن العملة الرقمية بيتكوين التي طبعا تشهد مستويات أو تصل إلى مستويات قياسية كبيرة جدا، وهناك أيضا إقبال كبير عليها. قرأنا اليوم خبر خلال النشرة بأن بورصة شيكاغو تم تعليق التداول عليها أكثر من مرة بسبب هذا الإقبال الشديد على هذه العملات. ما هو تأثير على تأثير هذه العملات على الأسواق أو حتى على الأسهم؟ هل تتوقع أن تسحب السيولة أو تنتقل السيولة من البيتكوين إلى من أسواق الأسهم إلى البيتكوين؟ بلا شك يعني تمثل هي استثمار جذاب ناشئ ستارت أب في المرحلة الحالية، ولا يزال يكتنفه جزء كبير من الغموض، وبالتالي ذلك يحفز المستثمرين الراغبين بالمخاطرة. إدراج في CME أو في بورصة شيكاغو للعقود المستقبلية للبيتكوين أتاح للصناديق الاستثمارية التي تبحث عن regulated authorities يعني جهات مرخصة ليتم التداول فيها، أتاح لها الفرصة الآن، وبالتالي رأينا سيولة أكبر تدخل في الفترة الحالية. طبعا هناك ثقة لدى المستثمرين أن هذه العملات الرقمية هي تمثل المستقبل، يعني تحل عقدة كبيرة فيما أيضا يتعلق بالحوالات والريمتيز انخفاض، يعني مثل ويسترن يونيون احنا عم نحكي على 8% مثلا ممكن يكون في عندنا عمولة الحوالات، بينما ينخفض بشكل كبير فيما يتعلق بالبيتكوين، وبالتالي ذلك صحيح سوف يشكل ضغط على جهات التحويل الحالية أو التقليدية مقابل البيتكوين الجديد الذي يدخل بقوة، وهناك ثقة بأن له مستقبل أكبر في المرحلة القادمة. لذلك نرى الإقبال الضخم الشديد في المرحلة الحالية، نعم، لأنها أول جهة رسمية CME تعترف بها. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، شكرا لمعلوماتك. إذن عودة إلى محمد السلطي وما تبقى من نشرة تداول.